أكاديمية ناصر لعلوم التنس تحييكم. إن شاء الله النهاردة نشتغل مع شخصية جميلة من لعيبة التنس القدام اللي هم أبهروا العالم في لعبهم، وكان ليهم جمال في الملاعب، وكان التنس بتاعهم التنس اللي هو الحرفنة الراقي. طبعا في مازال برضو معانا لعيبة في حاليين بنفس الجمال، ولكن المدارس القديمة كلها بصراحة يعني مدارس ذات رونق جميل، ومحبين التنس ولاعيبه التنس وخبراء التنس عارفين ان الكلام ده حقيقي، ان اللعيبه بتوع زمان التاريخ بتاعنا الجميل كان على رأس الناس ديت في يونيبورج. يونيبورج هو لاعب سويدي ومن اللعيبه اللي كان ليه شعبيه على مستوى العالم، في الوطن العربي كان ليه شعبيه، في اوروبا في امريكا كان ليه شعبيه جامده. بورج كان من مواليد 6 يونيو سنة 1956، هو لاعب مضرب محترف سويدي الجنسية، وهو المصنف الأول عالميا في زمانه طبعا، وكان من ضمن رابطة محترف التنس المشهورين جدا لكرة المضرب. استطاع بورج الحصول على 11 لقب من ألقاب بطولات جراند سلام، واحنا كما تعودنا ان بطولات جراند سلام الاربعه اللي احنا قلنا عليهم رولان جاروس وويمبلدون وامريكا المفتوحه واستراليا المفتوحه، خد فيهم 11 لقب، فده كان رقم قياسي في ذلك الوقت، وفاز ببطوله ويمبلدون 5 مرات متتاليه. تلاحظ عليه بدا من سنه 76 لحد سنه 80 كان تملي يحرص على بطوله ويمبلدون، ودي كان مديها شهره جامده لينيبورج. وينبورج ده بالمناسبة برضه قابل بطلنا الجميل العزيز اسماعيل الشافعي من بطولاته اللي قابله بعد سنة 74، وشرفنا اسماعيل الشافعي بهزيمة بورج في الدورة ديت، وزي ما قلنا في الفيديو بتاع أستاذنا اسماعيل الشافعي كان الوطن العربي كله مبسوط جدا لما حدث وفي مصر بخاصة، فكان بورج ليه شهرة جامدة، اللي كان يهزم بورج أو يغلب بورج كان ليه شهرة جامدة جدا. بورج من ضمن الحاجات اللي فاز بيها، فاز بأول لقب في بطولة فرنسا المفتوحة سنة 74 برضه، السنة اللي هو لعب بيها مع أستاذنا إسماعيل الشافعي، وكان سنه في الفترة ديت لما خد سنة 74 كان عنده 18 سنة. الشافعي في الفترة البرج لما كان بيلاعب الشافعي كان عنده 18 سنة في الفترة دي، ولما فاز بلقب بطولة فرنسا اللي هي رولان جاروس سنة 74 كان سن كابتننا ييني بورج 18 عام، وفاز بلقب هذه البطولة 6 مرات، لأنه كان رقمه في جراند سلام بالنسبة للفوز 14 فوز، وكان ليه 16 هزيمة في جراند سلام. طبعا احنا بنتكلم على بطولات الجراند سلام على انها هي البطولات الاهم يعني اللي بنتكلم فيها دايما، بنقول مين اللي حصل ومين اللي فاز من اللعيبه بتوعنا. وكان بورج ليه شعبيه داخل الوطن العربي يعني كانه عربي، لانه كان ليه شعبيه جامده، وهو كان راجل خروف وكان لعيب ممتاز ومميز في لعبه، وكان يستضيفوه الجماعه العرب بانه اللاعب المميز، وكان لما كان تيجي تلعب ليه مطوشه كنا بنستناها ونتفرج عليها زيها زي اي ماتش داخل مصر. شكرا، وان شاء الله نقابل في فيديو تاني.